وكأن القيامة قامت في بغداد، حتى إن امرأة جلست على عرشها بعد أن قتلت ابن زوجها، ثم جاءوا على قيلو، فلم يبقى في بغداد إلا حانوتان، لم يبقى أي شخص في بغداد، رحل الناس عنها. حكام دولة الخروف الأسود لم يذكروا الله ببنت شفة، حتى إنهم أرادوا أن يلغوا مظاهر الإسلام. عاش أهل بغداد في زمن التركمان ما لم يعيشوه في زمن هولاكو وتيمورلنك. أنا رائد غازي، وهذا بلاط بغداد. حياكم الله. حكمة الدولة الجلائرية بغداد 93 سنة، 8 سلاطين، آخرهم كانت سيدة، امرأة، دوندي سلطان، اللي جلست على عرش بغداد ودفعت كل منافسيها، ممكن قتلتهم على مود تقعد وحيدة فريدة تحكم بلاد بغداد. دوندي سلطان هي ابنة السلطان حسين ابن أويس الجلائري، يعني بنت أخو السلطان أحمد اللي إجا تيمور لنك لبغداد وهرب السلطان أحمد حينما كان في بغداد. السلطان أحمد بن أويس هرب إلى مصر، فمن هرب إلى مصر بعد ما قضى على كل أخوته، هو هرب إلى مصر أخذ ويا بنت أخو دوندي، يقال إنها كانت عظيمة الجمال راجحة العقل. فمن وصلوا لمصر سلطان مصر أعجب بها وتزوجها. حينما عادوا لبغداد بعد انسحاب تيمور لنك طلقها. ظل بداخل دوندي هاجس، في يوم من الأيام ستصل إلى العرش. هذا اللي صار. يوم اللي انقتل سلطان أحمد كان ماكو أحد ممكن يجلس على العرش غيرها، هي زوجة ابن عمها ابن الشيخ علي، لكن تآمرت عليه وقتلته، فكانت هي الوحيدة المرشحة أن تجلس على عرش بغداد من الدولة الجلائرية أو من الأسرة الجلائرية. هذا اللي صار. الحلم اللي كان يراود دوندي تحقق. جلست على عرش بغداد وقتلت زوجها وابن زوجها اللي ممكن ينافسها
واتخذت من أمير كان ضمن الأسرة الجلائرية اسمه بخشياش أنه يحكم بغداد، وهي تحكم من ورائه. هذا الأمير أراد أن يصل إلى العرش، فراد يتزوج بنت دوندي. وافقت على متقضي على هذه القوة المتنامية، ويوم العرس بعدين ازدانت بغداد وتحضرت لعرس بنت السلطانة، قتلت الأمير بخشياش بعد أي قوة ببغداد ما راح تواجهه، وقعدت منفردة على عرش بغداد دون منازع. لكن أكو قوة جديدة بدأت تظهر، ذوت قوة الجلائريين، وبدت قوة دولة الخروف الأسود القرقيلو. طمعوا ببغداد وزحفوا إلها، حاصروها بس ما قدروا يدخلون، انسحبوا المعقوبة. هالأثناء دوندي سلطان أعلنت عن عودة السلطان أحمد ابن أويس الجلائري. ميت، شلون يرجع؟ أهل بغداد تحضروا. ازدانت العاصمة 3 أيام و3 ليالي. استغلت هذا اليوم، أخذت كل النفائس، الحلي، الذهب، كل شيء يخصها، تركت بغداد إلى قدرها المحتوم تواجه جنود دولة الخروف الأسود، وانسحبت لواسط. بعدين ذهبت إلى الأحواز وأسست هناك مملكة، وسكت العملة باسمها وخطب لها على المنابر. أهالي بغداد فرحين بعودة السلطان أحمد، وجاء موكب من بعيد مليء بالفرسان والجنود والجيوش، كانوا يعتقدون أنه هو موكب السلطان أحمد. فتحت أبواب بغداد الأربع ودخلت جيوش الخروف الأسود. اجتاحوا بغداد وانتهى حكم الجلائريين، وبدأ حكم جديد هو حكم دولة الخروف الأسود. الذين فعلوا ما فعلوا حتى قالوا إن القيامة قامت في بغداد. دولة الخروف الأسود القرقيلو هم تركمان سكنوا أذربيجان، وبمجرد ما ضعفت دولة الأليخانات والدولة الجلائرية برزت قوتهم. وكان قرى يوسف المؤسس الحقيقي لهذه الدولة، بعد ما أخذ أذربيجان تبريز الموصل دز ابنه قرى محمد لاجتياح بغداد، ودخلها دون قتال بعد ما انسحبت آخر سلطانات من الدولة الجلائرية، انسحبت إلى الأحواز وشكلت هناك دولة ومملكة، دخلوها دون حرب. ليتهم لم يدخلوها أبدا. قرى يوسف حكم بغداد 22 سنة، اهتم بالجيش فقط، وسع المملكة، لكن ترك الجنود وترك الخراج وترك الأمور المالية. ثار أخوه علي إسبان، شاه إسبان، وإجا شاه إسبان لبغداد، حاصرها ودخلها
وقتل أخوه قرى محمد وجلس على عرش بغداد منفردا. إسبان اللي أمر بترحيل أهل بغداد حتى لم يبقى بها إلا 10,000 جندي فقط. إسبان اللي زحف بالبداية للكرخ وأقام دولة، فصار في بغداد دولتان حاكمان، دولة إسبان في الكرخ ودولة قرى يوسف أو قرى محمد في الرصافة. إسبان اللي أمر جنوده أن يصادروا أموال بغداد، فأخذوا الناس وأخذوا الرجال وأخذوا النساء وأخذوا الأطفال حتى باعوهم في أذربيجان. لم يبقى في عصر إسبان في بغداد إلا حانوتان وثلاثة أفران. لم يبقى بغدادي واحد في بغداد. إسبان كان أكثر الشاهات عشقا للدموية. بعد ما أخذ بغداد زحف إلى أربيل. كان هناك ابن عمه محمد ميرزة هو حاكم أربيل. محمد ميرزة اعتصم بالقلعة ومراد يمطي أربيل لإسبان، فتسوى سمم الآبار وقتل الناس في أربيل. بعدين أخذ ابن عمه أسير محمد ميرزة، اتزوج بنت بلقيس وجابهم لبغداد. حين ما وصلوا قتل ابن عمه وقتل أولاده، حتى الطفل اللي بالمهد قتله. بهاي اللحظة كانت زوجته بلقيس تشوف هذا المشهد فكانت تبكي خنقها وهي تشاهد هذا المشهد إلى أن ماتت. يوم اللي مات إسبان جلس على عرش بغداد ابنه فولاذ. هذا ما طول هواي لأن عمه شاه جيهان أتى زاحفا إلى بغداد. شاه جيهان كان يسمى بالنوام، ينام بالنهار ويقعد بالليل. شاه جيهان لم يذكر الله ببنت شفة، ولم يسجد لله لا أمام الناس ولا في خلوة. شاه جيهان حاصر بغداد سنة وستة أشهر. حين ما اجتاحها قتل أهلها، واجتاحها مرتان، مرة حين ما أخذها من ابن أخوه فولاذ، والمرة الثانية حين ما ابن شاه جيهان بير بوداق عصى أمر والده وانفرد في حكم بغداد. هذا حكم بغداد وأمر الناس بأن يتركوا الإسلام، يتركوا الصلاة، نهاهم عنها. أي أمر لأمور المسلمين يجب أن ينهى. يوم اللي إجا أبوه على مود يسترد بغداد شاه جيهان فتك بأهلها حتى قتل 10,000، وقالوا إن القيامة قامت في بغداد. دولة الخروف الأسود حكموا بغداد قرابة 55 سنة. سلاطين متعاقبين وشاهات متعاقبين وأمراء متعاقبين إلى أن وصلوا إلى مرحلة الصراع الداخلي.
الأمراء يتصارعون فيما بينهم، وآخر أمير حكم بغداد هو شاه منصور. هذا كان يسكر نهاراً ليلاً لا يعي من أمر الحكم شيء. وحينما أتوا جيوش دولة الخروف الأبيض لاحتلال بغداد، فتح أسوارها وأبوابها يستقبلهم، فقتلوه وقتلوا أهل بغداد. يقال لم يبقى في بغداد أي شيء من الحضارة والعلم، لم تبقى عمائر في بغداد، لم يبقى ناس، وهجمت البداوة عليها، وتشرد أهلها بين أذربيجان وتبريز، حتى بدأنا بحكم جديد هم دولة الخروف الأبيض، أسوأ بكثير من دولة الخروف الأسود. أنا رائد غازي، وهذا بلاط بغداد.